بعد 6 شهور من الإعلان عن زيادة أسعار تذاكر القطارات، وزير النقل هشام عرفات أكد النهاردة أن الزيادة قائمة وكان هدفها جمع أموال كافية لخطة تطوير السكك الحديدية المقرر تنفيذها خلال 2 سنين. الوزير وعد المواطنين بأنهم يشوفوا سكة حديد مختلفة تماما عن السكة الحديد الحالية، وأكد أنه في إرادة سياسية لتحديث السكة الحديد بتكلفة مقدارها 55 مليار جنيه. نشوف جانب من مؤتمر الوزير هشام عرفات. الجران بقى 33 سنة، ده حد سأل سؤال الجران دي شغالة ازاي؟ في إطار خطة الحكومة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، عقد وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات مؤتمرا صحفيا لشرح خطة تطوير السكة الحديد، والذي أكد أن هدفه الأول هو أمن المواطن ثم الخدمات يليها مواعيد القطارات. أعلنت قبل كده أن أنا هدفي اللي احنا أنا والسكة الحديد أن نخلي كل السكة الحديد عندنا في آي بي، يعني حتى كلمة في آي بي دي على قطرين ثلاثة أربعة مزعلاني بصراحة. أنا عايز كل القطارات عندنا تبقى في آي بي. لازم كنت أعيد إن أنا الدراسة وأخفض عدد الرحلات عشان الأمن بقى. سيبك من اللي أنا قلته في الأول، اللي هو أساساً الهدف بتاعنا في الآخر في نقل الركاب. إحنا عندنا الأمان ثم الأمان ثم الأمان ثم دقة المواعيد وبعد كده راحة الراكب. مصارحة بالواقع، هذا ما أكد عليه وزير النقل بأن مرفق السكة الحديد يعاني من مشاكل عديدة ولم يتم تطويره منذ زمن بعيد، وأن الشبكة لم يحدث بها زيادة في الأطوال منذ 60 عاما باستثناء بعض الخطوط التي تم ازدواجها. شغالين دلوقتي مشروعات البنية الأساسية على مستوى الجمهورية، دلوقتي القاهرة اسكندرية وبني سويف أسيوط، أسيوط ناجح حمادي، وإن شاء الله يبقى برضه بعد كده ناجح حمادي الرسل. شغالين في كمان شراء العربيات، شغالين في شراء الجرارات، ان شاء الله يحصل عمليه استبدال العربيات المطوره اللي هي الدرجه الثالثه الضواحي والفروع بعد 1.5 سنة من دلوقتي ان شاء الله بالعربيات المميزه الطوالي، والعربيات المميزه التي ان شاء الله من العربيات الجديده هتشتغل على الطوالي باذن الله. اراده سياسيه غير مسبوقه لاصلاح السكه الحديد، هذا ما اكد عليه وزير النقل بان التطوير يتم وفق خطه شامله ومدروسه، فقط الصبر والتحمل لجني الثمار ابتداء من العام القادم.